إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، فقرة جديدة من الأبراج بقدم لكم إياها على إذاعة إم راديو، على أمل تكون مخبيت لنا حركة الكواكب أخبار إيجابية. البداية مع برج الحمل، يوم إيجابي للتواصل مع أصدقائك ولتحسين مركزك الاجتماعي، حاول أن تكون صبوراً في تعاملك مع الآخرين. مهنياً، ربما تحتفل اليوم مع أصدقائك بإنجازاتك المهمة بالعمل، توقع توقيع عقد عمل جديد خارج مكان إقامتك يغير مستوى معيشتك تغييراً كلياً. عاطفياً، يخيم شيء من الهدوء والبرود العاطفي تجاه الشريك وكأنه بداية قطع العلاقة معه. صحياً برج الحمل، يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية. برج الثور، يوم جيد لأمور الأصدقاء، ولكن كن حريصاً على عدم تبذير أموالك ولا تنجرف وراء أمور القيل والقال مع الأصدقاء وتتسبب بخلاف معهم بسبب المال. مهنياً، تستمع أحياناً لنصائح زملائك بالعمل، تحقق من خلالها خطوات سريعة وتنال ثناء من رئيسك بالعمل. عاطفياً، يجب أن يكون لديك الجرأة الكافية لمغازلة الشريك وإسماعه كلمات تعبر عن حبك له لتستمر العلاقة وتتكلل بالزواج. صحياً برج الثور، تتدهور صحتك قليلاً بسبب قلة النوم أو الإرهاق أو سوء تغذية، عليك مراجعة الطبيب كي لا يتأزم وضعك أكثر. وصلنا لبرج الثالث الجوزاء، تجنب التوتر بسبب أمور من الماضي، وابحث عن الإلهام وتجنب الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى التشتت. مهنياً، تدبر أمرك بنفسك ودع الآخرين يتدبرون أمورهم بأنفسهم، فتدخلك دون مبرر يخلق لك مشاكل مع الجميع. عاطفياً، خفف قليلاً من عنادك وكن ليناً بالتعامل مع الشريك كي لا تخسره بسهولة، ولا تنسى أن مفتاح نجاح علاقتك هو التعامل مع الشريك بلطف وحنان. صحياً برج الجوزاء، اعتماد برنامج غذائي متوازن يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة بلا تعب. برج السرطان، اليوم إيجابي للانطواء ومحاولة الاستماع عن بعد إلى الأوضاع الراهنة لمعرفة كيف ستتصرف لاحقاً. مهنياً، المسؤوليات ملقاة على كاهلك كبيرة وثقيلة، لا تطلب المساعدة من أحد لتثبت جدارتك بالعمل وتنال ثقة مديرك. عاطفياً، تمر بصدمة عاطفية لن تتأثر بها كثيراً لأنك تفكر بعقلك أكثر من قلبك. صحياً برج السرطان، عليك بالنظر إلى صحتك وتجنب الانفعال لراحة قلبك، خذ قسطاً من الراحة وقم برحلة أو نزهة ترفه فيها عن نفسك. وصلنا لبرج الأسد، يتحدث الفلك عن حظ أو عن فرصة ثمينة لكنك لن تحصل عليها، لا تضعف بل ثابر حتى اللحظة الأخيرة مكثفاً التحركات والاتصالات. مهنياً، بإمكانك التغلب على العوائق التي تعترضك، تتجنب أي سوء تفاهم في مجال عملك وتعيد الأمور إلى نصابها. عاطفياً، موعد غرامي جديد تبدو اليوم فيه أقل حدة أو أكثر رومانسية، تتجنب إزعاج الشريك وتحاول إرضاءه بكل الوسائل. صحياً برج الأسد،
حاول أن تكتشف طرقاً أفضل لفهم جسدك، وكلما فهمت جسدك بطريقة أفضل استطعت التعامل معه بشكل أفضل، وبالتالي حفظته من الضرر الذي قد يصيبه. عزيزي برج العذراء، هذه الأيام توقع حدوث تغييرات كبيرة في علاقتك الشخصية والعائلية. بعض الأشخاص قد يغادرون المنزل، تأكد من تسوية جميع المشاكل بالمنزل. مهنياً، تشعر برغبة كبيرة في أداء كمية كبيرة من العمل، لكن لا تدع نفسك تنغمس في الأعمال بشكل أكبر من اللازم حتى لا تهمل الأمور الأخرى في حياتك. عاطفياً، الحب من النظرة الأولى، هذا ما حدث لك وغير مفهوم الحب لديك. غيابه يؤرقك وقربه يربكك. صحياً برج العذراء، تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك. مستمعينا، بعدنا متابعين معكم فقرة الأبراج، وصلنا لبرج الميزان. هذه الأيام أمامك تغيير شبه جذري، قد تميل إلى إنهاء المواقف المرهقة مع الأقارب أو الأصدقاء بشكل عام، وفي الوقت نفسه انتبه أثناء تنقلات والقيادة. مهنياً، نظم الشؤون المالية وقيم الحسابات وامتنع عن المخالفات القانونية ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر. عاطفياً، تعامل مع الطرف الآخر بحرص كبير، الأمور بينكما لم تصل بعد إلى الدرجة التي تجعلك تتعامل معه بكل هذه الأريحية. صحياً برج الميزان، تبدو نشيطاً ذهنياً وجسدياً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي. برج العقرب، يوم جيد لكسب المال بعيداً عن التبذير. هذه الأيام مهمة جداً لأمورك المالية، وستميل لوضع ميزانية جديدة وترتيب مصاريفك ونفقاتك واستغلال الظروف ومواهبك لزيادة مكاسبك. ستفعل أي شيء للوصول للاستقرار والأمن. مهنياً، تبتسم لك الحظوظ، لكن عليك الهدوء والتروي وعدم المواجهة. قد تبوح بسر إلى أحد المقربين أو تخطو خطوة ترضي طموحك. عاطفياً، شخص ما يحاول التقرب منك، أعطه فرصة، واندفاعك قد يؤثر سلباً في علاقتك بالمقربين منك، فكن حذراً. صحياً برج العقرب، حافظ على هدوئك ولا تدع المجال لانفعالك في السيطرة على طريقة تعاملك. منكمل مع برج القوس، قد تشعر ببعض الثقل والمخاوف والقلق بسبب بعض الأمور. ستميل للتفكير بكل ما هو مخفي، إنها فترة مهمة للتخلص من كل شيء يتعبك بكل هدوء. مهنياً، تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك. عاطفياً، عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك بشأن تصرفاته معك قبل فوات الأوان. صحياً برج القوس، يفترض أن تنتبه أكثر إلى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى. برج الجدي، القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطاً وسحراً وجاذبية، ولكن عليك أن تبقى متحفظاً ولا تعلن عن خططك. مهنياً، مواجهة الصعوبات اليوم توفر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد وللتفكير في الخطوات المستقبلية الواعدة. عاطفياً، التسوية المطروحة مع الشريك تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات،
احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جداً. صحياً، برج الجدي، الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً. منكمل مع برج الدلو. تستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك وتظل واضحاً مع الجميع. القمر يدفعك للتحرك وتعالج مشاكل عالقة. مهنياً، يوم واعد يبشر بالنجاح على صعيد مهني، وتكسب الزملاء إلى جانبك في نقطة مهمة تطرحها على أرباب العمل. عاطفياً، عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف إلى جانب الحبيب. تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة. صحياً، برج الدلو، لا تخاطر بوضعك الصحي لتبين للآخرين إنك لا تهتم بما ينصحك به الطبيب. برج الحوت والأخير. فينوس في منزل الحظ يساعدك على التطور، وتستطيع أن تغير عاداتك تدريجياً وتصبح أكثر مرونة، وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك. مهنياً، أمامك فرصة ثمينة لتحسين وضعك، فحاول أن تستفيد قدر المستطاع. قد يطرأ تغيير أو تضطر إلى تصحيح في حياتك المهنية. عاطفياً، لا تكن استفزازياً في قراراتك، لأن ذلك قد يبعد عنك الشريك ولن يقرب منك الأعداء، فتكون خاسراً في الحالتين. صحياً، برج الحوت، حاول أن تتخطى القلق بمزيد من الإيجابية، فهذا أكثر راحة وسعادة. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك. دايماً تابعوني عبر إذاعة أم راديو.